عباده وحب الأقصى عباده حب الأقصى عباده ويا أصحاب السيادة يا أصحاب السيادة. انطلقت عصر السبت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني بالعاصمة عمان بتنظيم من الحركة الإسلامية، ندد خلالها المشاركون بإجراءات سلطات الاحتلال الصهيوني بإغلاق الأقصى المبارك. وهدف المشاركون بالمسيرة بالعبارات المؤيدة والداعية إلى تحرير المسجد الأقصى من براثن الصهاينة، منتقدين في ذات الوقت حالة الصمت العربي وتخاذل بعض الأنظمة وعدم إعطاء المقدسات الإسلامية الأهمية المطلوبة. القياديان بالحركة الإسلامية الشيخ همام سعيد والشيخ حمزة منصور انتقدا في لقاء مع الحقيقة الدولية على هامش المسيرة موقف الأنظمة العربية التي قالت أن لليهود حق في فلسطين، وهو الأمر الذي أعطى الصهاينة دافعا إلى الغطرسة وتنفيذ مخططات الرامية إلى تغيير هوية القدس. في هذا البلد للأمة بمجموعها حكاما ومحكومين، لقد طال نومكم، لقد طال سباتكم، وإن أي سكوت على جرائم العدو الصهيوني تجعل الساكت في صف العدو الصهيوني. أقول إن هذه الجريمة النكراء لا يمكن السكوت عليها، ولعلها اللحظة الأخيرة التي تحشد الأمة، جميع الأمة، في مواجهة تهويد المسجد الأقصى. أيها المسلمون، المسجد الأقصى في آخر الأنفاس، هبوا لنصرة مسجدكم الأقصى. ونحيي من هنا الشهداء الثلاثة الذين انتصروا للمسجد الأقصى وانتصروا للأمة. وردد المشاركون عبارات التكبير طوال خط المسيرة داعين إلى توحيد رصف الصفوف، طالبين الرحمة للشهداء الأبرار ومطالبين بتحرير الأسرى ومناصرة القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية بالدرجة الأولى. وفي نهاية المسيرة ألقى القيادي بالحركة الإسلامية الشيخ حمزة منصور كلمة نارية ألهبت مشاعر المشاركين، منتقدا وبشدة اتفاقيات السلام التي وقعها العرب مع الكيان الصهيوني، موضحا بأن القدس الشريف ومقدساتنا الإسلامية مستهدفة منذ دخول الصهاينة أرض فلسطين. بالروح بالدم نفديك يا أقصى، بالروح سيف النشامى يا عرب.